لو الحكاية فيها إن فيتو تقصد إذا كان هناك وزير سابق بوزارة سيادية، إذا كان الأمر في المؤخر سيادية دي ثابتة ما بتتغيرش، ما بيجيش عليها مش وزارة الدولة، وزارة وزارة تنفيذية، وزارة تنفيذية سيادية. ما بتعرف مصطلحات عندنا في حاجة تانية، الداخلية والخارجية والعدل، احنا خلينا نقول وزارة تنفيذية وزارة الدولة، وزارة بالظبط. يعني إنما في المؤخر في الفترة الأخيرة من 5 سنوات الماضية بدأوا يبحثوا عن آليات أخرى عشان يمنحوا مزيد من القوة للأدوات التنفيذية الممثلة في الهيئات والمؤسسات العامة، فجعلوا تبعيتها لرئيس الجمهورية. ده في عبء على مؤسسة الرئاسة. ايه اللي جعلوا فيها تبعيتها لرئيس المشرع؟ انا هجيب لحضرتك حصر. ده قانون قديم يعني؟ ده كان قانون كام ده؟ انا هجيب لحضرتك حصر من فين؟ في بعض المؤسسات. تتكلم على بعض المؤسسات انا قلت دي لا ما انا عارف بعض، انا عارف مؤسسات ثانيه. تجعلوا تبعيتها رئيس الجمهوريه بس ده بيسبب ثقل وعبء على، لان في حاله خلو الوزاره لما هي تكون وزاره الدوله انت هتضطر تعرض مباشره في الحاله دي على من تتبعه، لان هو الاصل ان لما تطلع مجلس وزراء بيعين وزير مختص بالاشراف، فلو وزاره الدوله ففي حاله ما يكونش فيه وزاره فهتعرض مباشره، فده هيؤدي الى نوع من انواع الصعوبه ساعتها واستطاله امل الاجراءات. انما الامر لا، انا من ناحيه من وجهه نظري انا الشخصيه انا احبذ ما تفضل به السيد بيشو. طبعا اي حد عايز يتبع الجمهوريه في البلد كلها. انا قلت حضرتك انا طبيعي طبيعي يعني واضح يعني وجاب لنا 200 فيديو على الصبح. هو كمان يعني علشان الميكروفون عشان تبقى منهجية القانون اللي هو الهدف السياسي والاقتصادي منه اللي هو تقديم تكسير القيود البيروقراطية والعوائق اللي قدام الاستثمار، فتعمل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وبعضوية رئيس الهيئة. فايه اللي يخلينا ناخد بقى رئيس الاستثمار ونحطها تحت ولاية وزير ويخش في التعقيدات البيروقراطيه في جانب من الموضوع وفي جانب اخر ويبقى رئيس الهيئه؟ طبعا مش محمد بيه، محمد بيه مش باقي الفلوس دلوقتي، ورئيس الهيئه على طول هو عموما بيتجدد له مره ثانيه واحده فقط غير طبقا للقانون اللي هو عامله. طيب وده انا عارفه مش عايز يتجدد وده انا عارفه هو راح يعمل مراره خلاص بعد ما يطلع من اللجنه انا مش عايز تاني خلاص. فأنا رأيي إنها يعني تبقى تبع رئيس الجمهورية ما فيهاش عيب ولا حاجة، لأن رئيس الجمهورية هيفوض برضه، فمش بالضرورة محمد بيه هيقابل رئيس الجمهورية، يعني في رئيس الوزراء هيفوض وكده، لكن هتدي قوة رئيس بيقابل المستثمرين.